السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ انا كنت منزله بوست من فتره كنت بتكلم فيه عن العقاب واهميه العقاب وامتى بنستخدم العقاب، وناس كتير جدا كانوا داخلين مستغربين ومستنكرين الامر. هو ازاي انت بتتكلمي في عقاب لطفل مثلا ممكن ما يكونش يتعدى سنتين يعني او سنه ونص؟ زي ما يكون العقاب ده انا بقول لهم يا جماعه موتوا عيالكم، اشنقوهم، اضربوهم، تخلعوا ضوافرهم. طبعا دي حاجة مش صحيحة وما ينفعش اصلا تيجي في اذهان اي حد يعني. طيب علشان ان احنا نكون ماشيين بالتدريج واحدة واحدة، يا ترى احنا ممكن نستخدم اي اسلوب او اي فعل قبل العقاب؟ او طبعا اصلا العقاب ده ما بيجيش غير اخر حاجة، احنا بنستخدم شوية اساليب كتير قد كده قبل العقاب. العقاب ده علشان نوقف الفعل او السلوك بتاع الطفل اللي غير مرغوب فيه السلوك ده بشكل مؤقت، لحد ما سلوكه يتظبط، لحد ما احنا نلاقي طريقة، يرحمكم الله يا حبيبي، لحد ما احنا نلاقي طريقة علشان نعرف ان احنا نعدل السلوك ده. طيب يا ترى ايه هي الاساليب او الطرق اللي ممكن ان احنا نستخدمها قبل العقاب؟ مبدئيا انا مش هستخدم معاكم مصطلحات قد ما هعرف او قد ما هحاول ان انا اوصل لكم المعلومه علشان تبقى سهله وبسيطه عشان نفهمها كلنا. لو عندك طفل عنده مشكله سلوكيه، ما بيعمل حاجه، بيشتم، بيضرب، بياخد حاجات مش كويسه، يعني انا مش هاخد لكل فعل اسلوب، ولكن انا هعمم، واللي تقدر او اللي هتلاقي نفسك مشكلتك هتتحل بالسلوك ده ابدأ اشتغل بيه. ممكن لو كان الطفل بيعمل سلوك معين مش كويس او مش عاجبني او ما ينفعش، اعمل له حاجة حلوة قوي، ان انا اسيبه شوية واقعد في مكان تاني بس افهمه واقول له لو سمحت انا مش حابب السلوك ده، فهبعد عنك شوية لغاية لما تشوف او تهدى، لو كان مثلا بيزعق او لو كان مثلا بيعيط عياط غير مبرر ملوش سبب، مش نتيجة حاجة معينة بيعمله علشان هو عايز يضايقك مثلا او عايز يعمل حاجة انت مش راضي عنها او بيحاول يلفت نظرك لمجرد انه يلفت نظرك وبس. فلو سمحت انا هسيبك شويه لغايه لما تهدى وتبقى حابب تتكلم معايا، وتعالى اتكلم معايا. هو من نفسه هيحس ايه ده، هو انا عملت حاجه يعني مش بابا مش حاببها او ماما مش حباها، فهيبدا ان هو يعني يهدى مع نفسه شويه وبعدين يجي يتكلم معاك. انا كنت عايز اكل كذا او كنت عايز اعمل كذا. تاني حاجه ان انا اتجاهل السلوك الوحش. لو انا شايفه ان طفلي بيعمل سلوك ما مش حلو ومش كويس، فاتجاهله بس اكون مراقب. اتجاهل السلوك لكن ما اتجاهلش اللي بيعمل السلوك. يعني ان انا ابني بيعمل حاجه معينه، فانا اتجاهل الحاجه اللي هو بيعملها دلوقتي وهبقى مراقبه الدنيا من بعيد كده. يعني هو عايز مني رد فعل معين، فانا هشوف رد فعله هو بيعمل ايه، يعني هيوصل الليفل معاه لغايه ايه، بس انا ما عنديش رد فعل، انا قاعد باشا كده بتفرج عليه وبشوفه من بعيد من غير ما اعرفه ان انا شايفه، عشان ما يحسش ان هو في ايه، ان هو نجح، ان هو يلفت انتباهي. تالت حاجه ان انا امدح في السلوك الحلو. لو انا طفلي عنده سلوكيات وحشه وسلوكيات حلوه، هعمل نفسي مش شايف الوحش لكن اكبر قوي في الحلو. ياه خطك حلو جدا، يعني ممكن يكون اصلا مش شاطر خالص وهو قاصد ان هو مش عايز ذاكر. الله ده انت خطك جميل، اللهم بارك، لا 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 ده احنا لازم ان احنا نحتفل بيك عشان خطك حلو. ان هو مثلا صحي من النوم ما عملش مثلا يورين على نفسه او حاجه، ده انت عظيم، انت مش معقول، ما شاء الله عليك، انت حد كويس جدا. نبدأ نمدح في السلوك الحلو بحيث انه الولد يحس ان ايه ده انا عندي حاجة كويسة بقى، ايه ده طب ما انا حاول اصلح كله واحدة واحدة. انت هتحاول معاه لما تعززه وتمدحه وتهدى
تبرز الحاجات الحلوه اللي فيه، هيكون عنده قابليه ان هو يستقبل منك. لو انت جيت حاولت تقول له والله ان انا في حاجه هنا عايزاك برضو تبقى جميله زي الحاجات الكتير الجميله اللي عندك دي، حاجه هتفرق في نفسيته جدا بطريقه ما تتخيلهاش. رابع حاجه ان انا يعني وانا عماله بشوف كل السلوكيات الحلوه الجميله دي يبقى في مكافئات اكافئه. المكافاه هنا ليها دافع وليها مفعول السحر. تخيل بقى ان الطفل هو بيعمل حاجه كويسه مثلا فانا كافئته عليها، فبقى عايز يعمل حاجات كتير كويسه عشان اكافئه اكتر. بس هنا المكافاه بيبقى ليها شروط. يعني اولا المكافاه لازم تكون في وقتها، في وقت فعل السلوك. ليه؟ علشان يبقى فيه كده رونق للسلوك بتاعه ورونق لان هو ايه ده، انا بقى فيه انا عملت حاجه حلوه في بابا وماما ادوني حاجه كويسه، فيبقى فيه حافز ان هو يفضل يعمل حاجات كويسه. تاني حاجه ان المكافاه بتبقى على قد السلوك. ما ينفعش مثلا يكون الطفل شال الطبق بتاعه بعد الاكل اروح انا جايبه له مثلا موبايل. ايه ده؟ طب فين الحافز فيما بعد؟ فين شغفه ان هو يعمل حاجه اكبر فتجيب له حاجه اكبر؟ لا، احنا نجيب له شال حاجه نديله بونبونيه. عمل الهوم ورك بتاعه ممكن اجيب شوكولاته واقسمها على حسب او على قد المواد بتاعته. الشوكولاته مثلا 5 مكعبات على كل ماده مكعب شوكولاته، مش بخل مننا، ولكن احنا بنقنن سلوكيات ولادنا علشان يبقى عندهم حافز فيما بعد. ما اديلوش كل حاجه مره واحده وفي الاخر اقعد استنى بقى ما خلاص، ما هو ما فيش حاجه، ما عندوش شغف، يبقى عايز اكتر. حته المكافاه دي انا زي ما قلت لكم دي يعني ليها مفعول السحر بجد والله. في ناس كتير جدا وهم بيعدلوا سلوكيات ولادهم، ودي يعتبر برضو قاعده تربويه في بعض الحالات، ان هو يتجاهل السلوك اللي مسبب للمشكله ويبدا يكافئ بالموضوع ده او بالحركه دي. انت ممكن ان انت الطفل هو ليها عامل ايجابي وعامل سلبي. العامل الايجابي ان الطفل لو كان ما شاء الله عليه يعني مقدر وفاهم وعارف وهو مستعد، نوسي انت هتوقع الموبايل وهو مستعد هيمشي معاك تمام طول ما انت بتكافئه، هيبدا يسمع كلامك ويتحفز اكتر. في طفل تاني هيسوق فيها وهيبقى واخد انت بقى تجاهلت المشكله وعمال تحفز في الحاجات الكويسه، فهيبدا بقى ان هو ايه يزيد وانت مش عارف تسيطر. لا، احنا لازم احنا نبقى الكفه في ايدينا، نبقى عارفين امتى ندي وامتى ناخد، امتى نحبس المعزز او امتى نحبس المحفز وامتى ان احنا نبدا بقى نعاقب. في يعني طرق كتير جدا قبل ما نعاقب، بس اهم حاجه احنا لازم نعرف احنا بنعاقب ليه، او الطفل ده عمل السلوك ده ليه؟ ايه السبب ان طفلي بيشتم؟ ايه السبب ان طفلي بيضرب اخواته؟ ليه هو مش عايز يرتب اوضته؟ ليه هو مش عايز يعمل هوم ورك او يروح المدرسه؟ انت لو فهمت السبب بتاع سلوك طفلك انت هتحل نص المشكله، بالفعل نص المشكله هتتحل. فما ممكن يكون سبب المشكله تافه جدا، بيضرب اخواته عشان واحد من اخواته مثلا ضربه من تحت لتحت وهو مش بيعرف يعبر فتعصب فراح ضرب اخواته. بيشتم لنفس السبب، ما بيحبش يروح المدرسة علشان في مدرسة بتتنمر عليه، في حد ما بيحبوش او حد بيتخانق معي. انت لازم تفهم، مش يلا عندنا سلوك يلا هوب نضرب او نحاول نعدل او يلا اتصلوا بالاخصائية علشان نشوف او شوف المختص. ما ينفعش، لازم احنا نفهم الاول سلوكيات ولادنا هما بيعملوا كده ليه، ايه السبب اللي خلاهم يوصلوا للحاله دي، ان هما محتاجين مش بلعب ان هما محتاجين اصلا عليها تعديل سلوك. في برضو حاجه عايزه اقول لكم عليها، ودي يمكن اهم حاجه في الفيديو ده كله، ان ولادنا قطع مننا كده قدامنا بتتحرك. زي ما احنا بنعمل هما بيعملوا، زي ما احنا بنتكلم هما بيتكلموا، زي ما احنا بنقول هما بيقولوا. احنا لو اتصلحنا هما هيتصلحوا. طبعا لكل قاعده شواذ، وفي ناس كتير بتبقى ما شاء الله عليهم كويسين جدا، ولكن الغالبيه العظمى انت ولادك مرايتك، ولادك ال 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 الشكل التاني بتاعك. ما ينفعش تروح تشتم
وتحاسب ولادك ان هما بيشتموا، انك تاكل بطريقه همجيه وتقول لهم ايه القرف ده، انتوا بتوقعوا، انتوا شكلكم يكسفني. ما ينفعش ان انت تكون بتعمل سلوك وتحاسب ولادك ان هما يعملوا، وتقول لا ده انا عايز ولادي احسن مني، لا عمرهم ما يطلعوا احسن مني. في برضو طريقه، علشان برضو ما انساش في الفيديو ده، عايزه اقول لكم عليها، طريقه التقليد. الطفل بيتعلم بالتقليد اكتر ما بيتعلم بالاوامر والنواهي. فانت لو جيت علمت الطفل او عملت حاجه قدام الطفل هيتعلمها بسرعه عكس ما تقول له. احنا لو قاعدين وعايزاه يتعلم ياكل الشوكه والسكينه، لو قعدت 100 سنه اقول له امسك الشوكه هنا والسكينه هنا واقعد كل، مش هيتعلم زي ما انت تجيب الطبق فيه اكله معينه هو بيحبها، وطبق يكون شكله حلو وشوكه وسكينه شكلهم جميل ويكون عارف يمسكهم، وتقعد حتى لو دول كانوا صغيرين على ايدك، لا انت تستخدم الحاجه اللي انت عايزه هو يستخدمها، وتقعد وتروح ماسك الشوكه، وممكن تتكلم وانت بتعمل الموضوع ده، تمسك الشوكه وتمسك السكينه، يلا بسم الله هناكل، وتبدا تقطع بالراحه، وتحاول يبقى ليك ريتم معين او حركات معينه تلفت انتباهه من غير ما تحسسه ان انا تعالى هنا انا بلفت انتباهك، وتاكل بطريقه معينه تلقائي. هتلاقي دخل جاب شوكه وسكينه وطبق وقعد ويقلدك بالملي. قبل ما نجري ندور على حد يعدل لنا سلوك ولادنا، لازم احنا نبدا نعمل الصح ونشوفهم. والله خرجوا عن القاعده بتاعتنا وعملوا الغلط، احنا لازم نشوف بقى هل السلوك ده او الحاجه اللي بيعملها دي متكرره، بتسبب له مشكله، بتاذينا، بتاذي اللي حوالينا، مخليه شكله الاجتماعي وحش، ممكن تاخره. ليه احنا عايزين، او احنا ليه لازم ان احنا نعدل سلوكيات ولادنا، او لازم السلوكيات اللي مش مرغوبه او مش محبوبه ان احنا نحاول نعدلها ونظبطها، ما نسيبوش كده. لان الطفل اللي عنده سلوكيات مش مقبوله بتعرضه ان هو يكون متاخر دراسيا، ما عندوش علاقات اسريه، ما عندوش علاقات في المجتمع عامه، يكون شخص منبوذ، يكون شخص مش متقدم. مش عايزه اقول فاشل، لان معظم في كتير ناجحين عندهم سلوكيات مش كويسه، ولكن على الجانب التاني فقدوا حاجات كتير جدا. فاحنا لازم، فقدوا يعني علاقات، وفقدوا احترام، وفقدوا كذا حاجه. فاحنا لازم ناخد بالنا من سلوكياتنا احنا الاول علشان نعرف نديها للاطفال. ولو ما الطفل نلاقي عنده حاجه مش مظبوطه، يبقى احنا لازم هنا يا اما نصلحها، وطبعا نعم احنا كده لازم نصلحها، لكن ممكن بقى نحتاج ايه؟ تعالى، ممكن نحتاج حد بره الاسره، بره العيله، بره النطاق بتاعه، علشان ويكون فاهم ويكون واعي ويكون عنده درايه عشان يقدر يساعدنا. ممكن يعني انا بحاول ان انا ارد عليكم على رسائل، لكن والله انا زعلانه جدا. يعني لما بنزل فيديو او بنزل حاجه على البيج على الفيسبوك، انا بلاقي كميه ناس مش عارفه بيتعاملوا بطريقه غريبه جدا. يعني ناس تدخل تقعد ترن من غير سبب، وناس تبعت رسائل مالهاش علاقه بالمحتوى خالص، وناس تبقى عارفه ان اللي ماسك الصفحه ادمن راجل وتبعت كلام ملوش لازمه. يعني يا جماعه انا عامله البيج دي يعني حاجه كويسه ممكن تستفيدوا منها، فبلاش ان انتوا تخلوني اعمل بلوكات. انا كل يوم بعمل بلوكات بالهبل، علشان انا قايله من الاول يا جماعه انا ما بردش على رجاله، دي اول حاجه. تاني حاجه، لو في بنت ليها عندي سؤال تدخل تكتبه على طول. تالت حاجه، انا ما بردش فيديو كله، لو هموت انا ما عنديش اصلا، مش انا اللي ماسكه اصلا الصفحه. ما بردش تليفون لو هيحصل ايه، غير لما حد يكون عارفاه ويكون قايل لي ان انا هكلمك. فالله يكرمكم، نحاول نلتزم. يعني مش هقول لكم التزموا باي حاجه، غير ان انا واحده متجوزه، شفتوا جايبها لكم ازاي، والصفحه دي عاملاها عشان افيدكم، وما تسببوليش مشاكل عشان كده عيب.